بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة بالله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتذاكر ويذكر بعضنا بعضا والذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أحسن القارئ الفاضل في اختياره لهذه الآيات الكريمات من سورة الحجرات من أواخر سورة الحجرات حيث بين الحق سبحانه وتعالى المؤمن الحق المؤمن الحقيقي الذي لم يرتب ولم يشك بل جاهد بنفسه وماله والفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن علينا ما معنى يمن كي يعمل فينا الجميل الله سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلينا لا تعد نفسك رقما في سجل المسلمين ولكن عد فضل الله عز وجل عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فهذا اللقاء إن شاء الله عز وجل كما في الإعلان كما ذكر الأخ الفاضل محمد البرجي هو في آثار الإيمان في الفرد والجماعة واخترنا هذا الموضوع لماذا؟ لأن نحن غادي نحاول شوية ندرج شوية باش الناس يفهموا كاملين لأن الناس كينقشوا الأرقام والجزئيات والمستحبات ونسوا الأصول واللب والجوهر الناس عندما يجلسون يناقشون مستحبات الصلاة كروهات الصلاة مندوبات الصلاة يعني هذه الأمور مهمة ولكن الأهم منها هو روحها روح الصلاة روح الصيام روح الزكاة روح الحج الناس يهتمون الآن في زماننا هذا يهتمون بالأرقام ولا يهتمون بالجوهر ولا يهتمون بالآثار الإيجابية التي يعطيها الإيمان والإسلام والإحسان احنا بغينا هذه الآثار تبان بغينا هذا الثمار ثمار الإيمان والإسلام والإحسان تبان نعم مزيان الإنسان يصلي ويصوم ويحج ويزكي ولكن يفرق بين الوسيلة والغاية الوسيلة والغاية إذا اشتغل الإنسان بالوسيلة طول عمره فاتته الغاية اشتغلت بالوسيلة 50 سنة أنت كتقلب على كتبحث عن الوسيلة فإذا بك فاتك الركب وفاتتك الغاية والثمار التي من أجلها شرعت هذه العبادات وهذه الطاعات ولهذا أيها الأخوة الأفاضل ما هي الآثار التي ينبغي
أن يلمسها المؤمن والمؤمنون في حياتهم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. غادي ناخذ واحد الأثر من هذه الآثار الكثيرة، أثر الأمن والأمان، أثر الأمن والأمان. كثير منا عندما يسمع الأمن يتذكر إيش؟ الأمن العادي، مش عادي ولكنه مهم، ولكن الأمن أوسع من هذا المعنى، وغادي نشوف. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما العلاقة بين آمنوا والأمن؟ هنا العلاقة علاقة الشقاق، المادة واحدة، الإيمان من الأمن والأمن من الإيمان. فالذين آمنوا لهم الأمن. كيف لهم الأمن؟ ما معنى لهم الأمن؟ لهم الأمن في نفوسهم، لهم الأمن في أرواحهم، لهم الأمن في قلوبهم، لهم الأمن في أسرهم، لهم الأمن في اقتصادهم، لهم الأمن في بلدهم، لهم الأمن في كل حركاتهم وسكناتهم. اتفقنا؟ هذه العناوين، هذه غير العناوين. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. يأمنون من الفزع الأكبر، يأمنون من الفزع الأكبر يوم يخاف الناس، يوم القيامة يفزع الناس، الناس يوم القيامة يصيبهم الذهول، تدنو الشمس من رؤوسهم، ويغرق بعضهم في العرق، وبعضهم يصل له نصف جسمه، وبعضهم إلى ركبه، وبعضهم إلى كل واحد في نصلبه العمل دياله، العمل نتاعه. والمؤمن يأمن هنا، المؤمن يأمن، الذين آمنوا لهم الأمن. والإيمان، الإيمان كما كتعرفوا وكتسمعوا بزاف، له جذور وله فروع وغلات. أصوله، أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان. ملي كتكون عندك هذه الأصول كتعطيك الثمار وتعطيك الغلات التي تحتاجها في نفسك، تحتاجها في مجتمعك، تحتاجها في حركاتك وسكناتك. وهذا الأمن اللي احنا كنقلب عليه وبغيناه لرسنا وبغيناه لغيرنا، مستمد من اسم الله العظيم المؤمن، من اسمائه الحسنى المؤمن. هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لعلك تتساءل ما معنى المؤمن؟ حنا المؤمن بمعنى مصدق، كنصدق بواحد الحاجة. واش ربي كيصدق بشي حاجة؟ الحوايج ديالته كلها ديالو. هل الله يصدق بشي حاجة؟ المؤمن معناه المؤمن، المؤمن لجميع كائناته ومخلوقاته. اللي كيعطي الأمن، الذي يعطي الأمن لكل الكائنات، ماشي للإنسان، للإنس والجن والملائكة والأرض والسماء وسائر النجوم والكواكب. شتي هذيك الحبة إلى غرستها في الأرض حطيتها في ظلمات الأرض، شكون اللي كيعطيها الأمن باش تنبت وتخرج وتعطي الغلات؟ الله سبحانه وتعالى. هذاك النحل ولا النمل اللي كيحط ولاده مثلا في واحد الجحر، في واحد، شكون اللي كيعطيه الامن باش يخرج ولاده ويضمن لهم الحياه ويضمن لهم العيش؟ شكون اللي كيامنهم؟ الله سبحانه وتعالى. الله
ومصدر الأمن ومنبع هيك إيش كتقول المنبع بالفرنسي لا سورس هيك لا سورس هو العين هو المنبع اسم الله المؤمن هو إيش هو منبع كل أمن وأمان يعيش فيه الناس ولذلك يذوق هذا الأمن أهل الإيمان وحدهم أهل الإيمان وحدهم هم الذين يشعرون بهذا الأمن لماذا لأن لهم ارتباط بالمؤمن عندهم علاقة بإيش بالمؤمن نعم غير المسلم قد يكون في الأمن المادي أي الأمن عن جسده والأمن عن ماله والمال والأمن عن ولده ولكن هل له أمن في نفسه؟ لا يكذب عليك من يقول إنه غير مؤمن ولكنه آمن لا يمكن لا يفترقان أنا غير مؤمن ولكن آمن مطمئن أبدا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذن الأمن الأول الذي نبحث عنه ونحتاجه جميعا هو الأمن النفسي الأمن الداخلي الأمن في داخل الإنسان لكي تكون مطمئنا لكي تكون سعيدا بلا مال تكون سعيدا بلا جاه تكون سعيدا بلا والد ولا ولد فعليك بماذا؟ فعليك بالإيمان يقول الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هل يستويان؟ الشخص الذي كان ميتا والموت هنا ليس الموت المادي موت القلوب موت الأرواح كان ميتا فأحييناه أي فهديناه فالحياة هنا هي الإيمان فالمؤمن حي وغير المؤمن ميت فالمؤمن حي وغير المؤمن ميت فأحييناه هذا هو الفرق وهذا من كلام الله عز وجل في سورة الأنعام وقال الله عز وجل في سورة الأنعام أيضا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح ما معنى يشرح ما معنى الشرح في اللغة فتح أحسنت فتح الله عليك يفتح فالمؤمن يفتح نافذة على عالم الدنيا وعالم الآخرة يفتح نافذة على عالم الغيب وعالم الشهادة ولذلك ما عنده قصور ما عنده الخسارة دائما ربح أعرف بأنه إذا فقد هذه القنينة هنا سيأخذها هناك هو ينظر إلى أن بينه وبين الجنة هذا الحاجز البسيط لو أخذ شخص مني هذه القنينة هنا سيعطيها إياي هنا أي عالم الآخرة إذن فعندك امتداد وعندك حياة لا حد لها ولا حصر لها من أين رأيتها من تلك النافذة جعلنا له نورا يمشي به في الناس ماشي يمشي به وحده ياك الإيمان نور تمشي به في الناس أي تنفع به لآخرين تؤثر به في الآخرين تعطيه للآخرين كما سيأتي في النقطة الموالية إذن الأمن الداخلي أولا قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا النقطة الأولى إذن الآثر الأول للإيمان بعد معرفة الله عز وجل هو الطمأنينة شكون فينا ما بغاش الطمأنينة
شكون فينا ما بغاش اي واحد ما بغاش السعاده؟ كلنا نبحث عن السعاده، كلنا نبحث عن الطمانينه. بابها الايمان. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم انزل السكينه عليهم. لو نظرنا الى نحن الى العالم، نحن المسلمين وغير المسلمين، سنجد العالم الاسلامي احسن حالا. واخا ربي يكون شي حاجه كاين شي حاجه ياك، ولكن احسن حالا في جميع الاحوال. حنا احسن حالا في جميع الاحوال. كيف؟ يعني بسبب الايمان، ولكن كيف؟ هذا بغينا الثمار. أقل البلدان شربا للخمر هم المسلمون، أقل البلدان فيه الزنا هي بلاد المسلمين، أقل البلدان فيها الانتحار هي بلاد المسلمين. شنو السبب؟ زعما عندهم مزيان؟ عندهم الغنى؟ لا، ما عندهمش الغنى، هم أفقر الناس في الدنيا، ولكن عندهم الإيمان. الإيمان هو الذي يمنعك من اقتراف المعاصي، والإيمان هو الذي يمنعك من الانتحار. يولد الإنسان في العالم الإسلامي فقيرا، بل يولد مدينا عليه الدين، كيتخلق وعليه الدين. وكتسولو كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ويولد في بعض البلدان الغربية وله رصيد، كيتولد والقار رصيد، راه دايرين ليه الناس الرصيد ديالو. واش نقرصو؟ اشنو خصك؟ الفلوس راه لقيتيهم في الكونت ديالك. فلماذا انتحرت؟ السبب أنه لم يجد الطمأنينة، لم يجد السعادة في نفسه، لم يجد الإيمان. عنده موت، موت روحي، ماتت روحه وإن كان جسمه يتحرك. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية باش ما نطول عليكم إن شاء الله عز وجل، الأمن الاجتماعي، الأمن النفسي، ثانيا الأمن الاجتماعي. إلا ما اعطناش الإيمان الأمن الاجتماعي، راه خصنا الحساب، خصنا نرجع روسنا، خصنا إعادة النظر في الإيمان ديالنا. ما معنى الأمن الاجتماعي؟ يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في جسمه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت مع ديك الدنيا كلها إلى عندك هاد ثلاثة الحوايج. الأولى معافى في بدنه، هذا الجهاز اللي أعطاك ربي سبحانه وتعالى لتعبده وتتحرك وترتزق، هذا الجهاز هذا راه من أعظم النعم الله عز وجل بعد الإيمان. الأولى. ثانيا آمنا في سربه، آمنا في جماعته. شنو هذا السرب؟ معنى السرب في اللغة، السرب هو الجماعة. شكون هذه الجماعة هذه؟ آمنا في أسرته. الجماعة الأولى هي إيش؟ الأسرة. الجماعة الأولى اللي أنت كتحرك فيها هي الأسرة، خص هذه الأسرة تكون سعيدة. إلا كنا في الدار مثلا جوج، أنا والمرأة، ولا ثلاثة، أنا والمرأة والولد، ولا أربعة، أنا والمرأة والولاد، ولا خمسة، ولا ستة، وكنا عشرة الناس، ما عندناش السعادة في البيت، خصنا إعادة النظر في إيماننا فقط. ماشي إعادة النظر في الدنيا، في المادة، ماشي إعادة النظر في الإرث، ماشي إعادة النظر في العمل، إعادة النظر في إيش؟ في إيماننا. الرجل الذي لا يسعد زوجته خصو يعاود يراجع راسه. المرأة التي لا تسعد زوجها خصهم إعادة النظر في إيش؟ في العلاقة الزوجية. الأولاد الذين لا يسعدون آباءهم، أو الآباء لا يسعدون أولادهم، كاين شي حاجة، ما كاين شي خلل. ماشي الأسرة هي الأفراد، الأسرة هي الخلية، الخلية التي تعمل وتبني، لأن الخلية الأولى للمجتمع هي الأسرة. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، لأن شكون هو المجتمع؟ أنا وأنت. أنا كنخرج ثلاثة الناس من الدار، وأنت كتخرج ثلاثة الناس، كيتلاقاو هما المجتمع. هذوك الناس اللي كيتلاقاو على برا، شكون اللي خرجهم لينا؟ شكون اللي خرجهم لينا لبرا؟ وراحنا.
هذيك الجماعة الصغيرة ستكون سعيدة، وما غاديش تكون سعيدة إلا بالإيمان. لا يمكن أن تكون الأسرة سعيدة إلا بالإيمان، إلا إذا آمنت بالله عز وجل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي احنا كنقرا السير ديالهم، واش كانوا سعداء؟ واش دخلوا في الإسلام وتغنوا؟ لا، هما فقراء ودخلوا في الإسلام وهم فقراء، ولكنهم لما دخلوا في الإسلام أصبحوا أغنياء بإيمانهم، أصبحوا أغنياء بإيمانهم. وكانت المرأة في الإسلام يعرض عليها، تعرض عليها الدنيا كلها، فتقول لا أريدها، أنا أريد فقط الإسلام. فرأسكم قصة أم سليم. أم سليم جاءها رجل من أغنياء المدينة اسمه أبو طلحة الأنصاري، فقال لا أريد أن أتزوج بك. فقالت له إذا أسلمت، أما بدون إسلام فلا حاجة لي بك. وكان غنيا ثريا، فشرطت عليه أن يدخل في الإسلام، فلما أسلم تزوج بها. فقال العلماء أغلى مهر في الدنيا هو مهر أم سليم، لأنه الإسلام. لأن المهر قد يكون مليون، قد يكون مليونين، 3 ملايين، 4 ملايين، ولكن أغلى مهر في الدنيا هو إيش؟ هو الإسلام. فبارك الله له وبارك لها، وكانت خيرا وفتحا على هذا الرجل. لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي بيروحة. بيروحة واحد الحائط، واحد البستان كبير جدا، جميل جدا، مليء بالنخيل، كثير النخيل، وفيه المياه العذبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليهم مرة ومرة ويشرب من مائه. قال يا رسول الله، الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي بيروحة، يعني هذا البستان اسمه بيروحة، فهو لك يا رسول الله، دعه حيث شئت. ما الذي غير هذا الرجل؟ الإسلام. أغناه الإسلام في قلبه، وأغنته المرأة التي أسعدته بإسلامها، فكانوا بخير وعلى خير. ذات يوم كان له ولد مع هذه المرأة الصالحة أم سليم، وكان هذا الولد مريضا. أنا الآن أعطيكم نماذج للبيوت السعيدة، نموذج للبيوت السعيدة، للأسر السعيدة. فمريض هذا الولد، لما مريض خرج أبو طلحة للعمل في النهار، فجاء متأخرا يعني بعد صلاة العشاء، والولد مات، والأم غطته في فراشه. فقال لها كيف، ماذا فعل الولد، إن الولد الذي تركته مريضا كيف حاله الآن؟ قالت له أسكن ما كان، أسكن ما كان، يعني سكن واحد السكون مع مر سكن بحال المرة هذه. والعرب تتكلم بالمجاز، لأن معنى أسكن ما كان بمعنى راه نعس مزيان مرتاح، ولكن هو مات، قال لي راه مرتاح مع مر نعس بحال هذه النعسة هذه. أسكن ما كان، فتزينت لزوجها وتقربت منه وتقرب منها. فلما نال منها ما ينال الرجل من أهله، قالت له يا أبا طلحة، إن جيراننا بئس الجيران. قال كيف، لا تقولي هذا الكلام، كيف بئس الجيران؟ قالت عندما نستودع عندهم الأمانة لا يردونها إلينا، بمعنى لا يردون الأمانات. فقال لا بد أن يرد الإنسان الأمانة، إذا أتوا من الشخص على شيء فلا بد أن يرد الأمانة إلى صاحبها. قالت له إذن احتسب الأمانة عند صاحبها، عند الله سبحانه وتعالى. مات الولد، من الأمانة دأمنت كما سنقول احنا بالدرجة ديالنا احنا. قالت ليه وعلاش ما قلتي لي هكا، علاش ما خليتيني كانت عليا الجنابة وعاد قلتي لي، علاش ما قلتي لي من قبيله راه الولد مات باش حنا نبقى نقراو ونذكروا ونصليو؟ قالت لي عمدا فعلت،
لأن هذا أمر الله وأمر الله يتصرف. فلما خرج في الصباح الباكر عند صلاة الصبح وذهب إلى المسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حكى له القصة، حكى له ما وقع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما، يعني مس واحد غيجي واحد آخر، بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت ولدا ذكرا، ولد هو ذكورا، خمسة أو ستة ذكور كلهم حفظوا القرآن وحملوا العلم. انظر إلى الزرعة، انظر إلى الإيمان ماذا يفعل. الإيمان أحيانا يعطيك الثمار في حينك، وأحيانا يعطيها في أولادك وأولادك وأولاد أولادك. وأنتم تقرؤون في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. صلاح والآباء يظهر فيش في الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد. وكان أبوهما صالحا، كان أبو طلحة صالحا، وكانت أم سليم صالحة، فخرجت منهما الزرعة المباركة الطيبة المباركة التي حفظت القرآن وحفظت العلم ونشر العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدن الإسلام. هذه هي آثار الإيمان. إلى سولك شيء واحد على آثار الإيمان، هي هذه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمن الاجتماعي: المؤمن من أمن الناس بوائقه. المؤمن من أمن الناس بوائقه. إلى باقي كدير شيء أخطاء مع الناس كيف ما بغوا يكونوا الناس مسلمين وغير المسلمين، كدير معهم الأخطاء خصك دير علامة استفهام على الإيمان ديالك. ما حد انت كتقول ديال عباد الله علامات استفهام، ما حد كدير هكا وهكا في الالتواءات علامة استفهام. حنا كنقول خصنا نحترم الشريعة ولكن ما احترمش القانون، ياك؟ لأن الشريعة ديال الله خصها تحترم، القانون ديال بنادم والقانون شي باس ما كاين. أنا غنقول لكم القانون هو الشريعة. عندنا في الفقه الإسلامي واحد المصطلح: العقود أو ألفاظ العقود شريعة المتعاقدين. ألفاظ العقود شريعة المتعاقدين. ملي كنتكاتب أنا وياك على واحد العقد كيف ما بغى يكون، كنصرح فيه على الاتفاق الذي بيني وبينك. ملي كنتخاصم كنجبد هذيك الورقة ونقراها. وشكون اللي خطا فينا؟ ألفاظ العقود ياش شريعة المتعاقدين. فالقوانين الاجتماعية، القوانين المدنية هي من الشريعة بمكان، بشرط واحد، بشرط واحد: أن لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. هذه ما كنتكلم فيها، هذه لا دخل لنا فيها. القانون الذي يحرم الحلال ما كنتكلم عليه، القانون الذي يحلل الحرام ما كنتكلم عليه، هذه تعني أصحابها ولا تعنينا نحن، ولكن يعنينا من القوانين، القوانين التي تحفظ الأموال، تحفظ الأعراض، تحفظ الأنفس. هذه القوانين يجب تطبيقها شرعا. ستوب، هذاك ستوب اللي كيكون عندك في الطريق، واش هذا قانون ولا شرع؟ راه هذا شرع، لأن هذاك الحق ماشي ديالك. اللي كتلقى ستوب حق من؟ حق الآخر اللي جاي من الطريق الأخرى. إذا أنت خرجت على هذا الحق هذا، إما أن تصفيك دما، وإما أن تهدر مالا، إما أنك تقتل ولا تجرح ولا تهدر المال، تفسد المال. وهذا جزء من الضروريات الخمس في الإسلام. شنو هي الضروريات الإسلام؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. فأي قانون يحمي هذه الخمس فهو من الشريعة بمكان، فهو من الشريعة بمكان. أي قانون كيف ما بغى يكون القانون، هذا القانون كيف ما بغى يكون، كيف ما بغى يكون المصدر الذي صدره، ذاك اللي صدره كيف ما بغى يكون. فحيثما المصلحة فتم شرع الله،
فيما كانت المصلحة راه تما الشرع. تقولش حنا ماشي في بلاد الإسلامية. المسلم دائما المسلم في مكان يحترم ويحترم، يقدم الإسلام في أخلاقه وسلوكه ومعاملته، إذا رآه الناس رأوا فيه الإسلام، لا أن يشوه صورة الإسلام. كما نتكلم إن شاء الله غدا عن أثر الأخلاق في تقديم الصورة الحقيقية للإسلام للآخرين، باش الآخرين يعرفوا، باش ما نخلط عليهم. ثم كتعيشوا في الغرب، باش ما نخلط على الغربيين بين الإسلام والمسلمين، صنعتهم صورة واحدة. صورة واحدة هو أن الإسلام سلم وأن الإيمان أمان. صافي، الإيمان أمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو الإسلام. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من الناس بوائقه. لصل شفناه، وصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، هذا باين. ولكن فينا هي الغلة، فينا هي الثمار. الثمار أن يأمن الناس شرورك، أن لا تضرهم في أنفسهم ولا في أولادهم ولا في أموالهم. عندئذ فأنت مؤمن حقا. كثيرا ما يتحدث الناس عن أن المسلمين نشروا الإسلام في كثير من البلدان بمعاملاتهم وأخلاقهم. هادشي كاين في أوروبا، وكاين في شرق آسيا، وكاين في أفريقيا، في كثير من البلدان الإفريقية. يعني الناس عرفوا الإسلام بيش؟ بالمعاملات، التجارة مع المسلمين، فاستفادوا وأفادوا. ويقول الله عز وجل في هذا المعنى، يعني أثر الإيمان في حياة الناس، في حياة المجتمع، قل الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هل رأيتم شجرة تعطي الثمار في كل حين؟ لا، الأشجار كتعطي الغلة مرة في العام، اللوز يعطيك مرة في العام، الزيت يعطيك مرة في العام، النخل يعطيك مرة في العام. يعني الأشجار إنما تعطي مرة في العام، ولكن فينا هي الشجرة التي تعطي كل حين، تؤتي أكلها كل حين، كل دقيقة كتعطيك الغلة. فينا هي الشجرة هذه، شجرة الإيمان، أصلها ثابت في القلوب وفرعها في السماء، ماشي في السماء بمعنى العلو، في السماء بمعنى أن الناس كيشوفوا فيك الإسلام، كيشوفوا فيك عظمة الإسلام، فأنت عالي الشأن، شأنك عال جدا. إذا سلمت على شخص فقد جنى من هذه الشجرة، إذا ابتسمت في وجهه فقد جنى من هذه الشجرة، إذا جاورته راه جالس حدا الشجرة يستظل بظلها، رابح دائما. إذا عاملت معه البيع والشراء لا تأخذ ما له، إذا استفد من هذه الشجرة. فأنت كتعطي الثمار، كتعطي الثمار. شجرة الإيمان تعطي الثمار للمجتمع، تعطي الأمن والأمان، الناس يأمنونك، يطمئنون إليك، يحبون جوارك أنهم يسكنوا حداك، يحبون لقاءك. ما تكونش من الناس الذين يكرهوا الناس لقاءه. كاين شي ناس مثلا الناس ما كيبغيوش يتلاقاو معاه، يعرف بانه جاي في الطريق كيبدل الطريق. ولكن كاين ناس اخرين كتمنى باش تلقى معهم ولا لا. الايمان، شخص تريد لقاءه، يعني تقطع المسافه تلقى معاه، تمشي 40 كيلومتر 60 كيلومتر 100 كيلومتر باش تشوفه، تعمر فيه عينك. كاين واحد اخر تلقى معك ولكن ما بغيتي فيه تشوفه. شنو الفرق؟ خصو يقدم لك الإيمان والأمان، يقدم لك الصورة الحقيقية للإسلام. الأمن الاجتماعي، الأمن الغذائي. الإسلام والإيمان يقدم للناس الأمن الغذائي. يقول الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن الأمن يحصل في الأمن الداخلي والأمن الخارجي. الأمن الداخلي هو الأمن الغذائي، هو أن تسهم في توفير الأمن الغذائي. والأمن الخارجي حراسة الحدود، يعني تجلس على ثغور باش شي واحد ما يدوز اللي ماشي هو هذاك. ربي سبحانه وتعالى امتن على قريش وقال لهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. عرفتم كه لا تنبت شيئا، ولكن أي حاجة فكرتي فيها راه كاينة قدامك. أي حاجة فكرتي فيها خطرت على بالك، تكون الفاكهة، تكون الخضروات، تكون اللباس، تكون أي حاجة، تكون الأساسيات ولا الكماليات، إلا وكاينة أمامك. كان عالم في المغرب يحكي قصة ربما يعرفه بعضكم، سيدي عبد السلام جبران المسفي رحمة الله تعالى عليه، مات من العلماء الكبار في المغرب. يحكي أنه ذهب في الثمانينات في القرن الماضي إلى الحج، فاستحضر هذا المعنى. هذا عالم، والعلماء طبعا ذكرهم واسع، فاستحضر هذا المعنى أن هذا البلد تجبى إليه ثمرات كل شيء. قال سبحان الله، هذا البلد فيها كل شيء، النعناع اللي ما فيه النعناع. قال فجاءه رجل فقال له خذ النعناع الفقيه في البلاصة، خذ النعناع الفقيه. فما يدري هل الملك هو الذي أعطاه النعناع ولا شيء واحد آخر. المهم هو خطر على باله، هو ماشي مع حد، ما كيتكلم على شيء واحد، كيتكلم بوحده مع رسوله. سبحان الله، هذه البلاد فيها كل خير، النعناع اللي ما بانش ليا فيها. قال لي واحد هاك النعناع الفقيه، خصك النعناع، هاك النعناع تجبى إليه. ربي قال تجبى إليه ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء، كل الفاظ العموم. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني بيت الله الحرم، الذي أطعمهم من جوع، لأن ما عندهمش نباتات، ما عندهمش الغلال، ولكن جات. وآمنهم من خوف، لأن البلد جعله بلدا آمنا، ومن دخله كان آمنا. على العكس من ذلك، إذا لم يكن الإيمان صعب الحال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربي سبحانه وتعالى إذا لم تشكر نعمته تزول. النعمة تحتاج إلى القيد. قيد النعم بالشكر، وقيد النعم هو شكر المنعم. إن شكرتم لأزيدنكم. ومن لم يقيد نعمته بشكر الله عز وجل أزالها منه. نعمة الأمن الغذائي، الأمن النفسي، الأمن الروحي، الأمن الاجتماعي، ما كتحس بهذه المعاني، لا تحس بهذه المعاني، سرعان ما تزول، سرعان ما تزول. فلا بد أن نستحضر هذه المعاني ونرد الفضل لله سبحانه وتعالى الذي أمننا غذائيا وأمننا خارجيا وأمننا نفسيا وأمننا في جميع مناحي حياتنا. إذن فلا بد أن نعترف لله عز وجل بالشكر. آمنهم، آمنهم هذا فعل ماضي، هيك فين هو الفاعل؟ المؤمن، المؤمن السلام، المؤمن الذي أمنك في جميع. أنا بغيتكم، بغيت راسي والناس كاملين يحسوا بأنهم خدامين مع هذا الاسم. هذا احنا خدامين مع ايش؟ مع المؤمن. فيصدر منا الأمن الذي
يقول للناس حسنا، هذا خدام مع المؤمن الذي يبيع ويشتري كيسهلس الحياة ديالهم المعيشية. أنا قلت البارح في خطبة الجمعة، ربما كتوصلوا بعض المرات لخطبة الجمعة ديالنا حنا ياك، قلت لهم راه الناس التجار اللي كيبيعوا ويشريوا كيمشيو للمرشي باش ياخذوا السلعة، ياخذوا الخضرة ولا الفاكهة ولا أي حاجة أي مادة، كينوضوا مع ثلاثة ولا أربعة الليل باش يجيب الخضرة يبيع سميتو يبيع في السواق الصغار، راه هادو من رجال الأمن، أي من رجال الأمن الغذائي، راه السهر ديالهم ليس أقل من السهر ديال رجال الأمن اللي حنا كنعرف. هادو رجال الأمن يحرسون أموال الناس وأعراضهم ودماءهم، وهادو رجال الأمن يحرسون الناس من ناحية تغذيتهم أمن غذائي. إلا بغينا مثلا كلنا نمشي للمرشي باش نتقضى كلنا كاملين، إلا ما كانش المرشي حدانا، الناس اللي حدانا حد الجامعة مثلا، كلنا خصنا نوصل للمرشي الكبير، كيف غتكون الحياة؟ غتكون صعبة جدا. باري مثلا ولا يفري على الأقل يمشي لواحد المرشي باش يتقضاو فيه الغداء ديالهم ولا العشاء ديالهم، كيف غتكون؟ ما توصلك النوبة في يومين، 15 يوم ما توصلك النوبة. ولكن هذوك الناس اللي جابوا وفرقوا على الشوارع الزناقي، فرقوا عليه على المعيشة، هذوك من رجال الأمن الغذائي. ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب شكون الجالب؟ اللي كيجيب ويبيع ويزيد ويجيب، واخا كيدي شي بركة، هذيك البركة اللي غير شي بركة العربون، أما الخلاص عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي كينشر الأفكار الصحيحة في عقول الناس، هذا من رجال الأمن، أي الأمن الروحي والأمن النفسي. الإنسان اللي عس على الحدود، هذا من رجال الأمن. الإنسان اللي كيشارك في المفاوضات وكيشارك في الاتفاقيات مع الدول الأخرى حتى لا يأتي الغزو من الخارج، هذا من رجال الأمن. خصنا كلنا نخدم الأمن، كل واحد في الموقع ديالو. إذن الأمن النفسي، ثم الأمن الاجتماعي، ثم الأمن الغذائي، ثم الأمن من العدو الخارجي. الأمن من العدو الخارجي، الأمن من العدو الخارجي سهل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الأصغر. الجهاد الأصغر لأن هذاك العدو الخارجي إنما يفتح فيك الثغرات إذا ضعف إيمانك. إذا كانت الفرقة في الداخل عاد كيدخل الغريب، أما إذا كانت اللحمة في الداخل متواصلة، وكان الناس على قلب رجل واحد، وكان الناس يحب بعضهم بعضا، فإن ذلك يزلزل الأعداء الخارجيين. نعطيكم أمثلة بسيطة ونختم إن شاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءه المشرك من مكة يريدون أن يكلموه ليعود إلى المدينة، ما يدخلش، لا يدخل مكة. فلاحظوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحب بعضهم بعضا، ملتفين حول الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هم يتقاتلون علاش؟ على وضوئه، على قطرات وضوئه، ويدلكون بها وجوههم ودواتهم تبركا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع المشركون وقالوا للآخرين: هؤلاء لا يسلموا محمدا أبدا، دخلنا على فلان وعلى ملك الروم ديك الساعة، وعلى ملك فارس، وعلى ملك الحبشة، فما رأينا أحدا يحب أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا، والله لن يسلموا لكم محمدا أبدا ما دامت فيهم عين تطرف، ما حد فيهم واحد بقي حي رغم ما يمكنش يسلموا لكم، إذن تعالوا لنفاوضه. فكان هذا سبب المفاوضات، فتقوية الجبهة الداخلية تحميك من العدو الخارجي. مثال آخر، لما رجع الصحابة من غزوة أحد، كتعرفوا بأن غزوة أحد نهزموا فيها الصحابة، علاش نهزموا؟ واش هزمهم المشركون؟ لا،
انهزموا في الداخل، بعضهم يريد الدنيا وبعضهم يريد الآخرة، وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم لا تبرحوا مكانكم، فإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. إذا شتونا نأخذ الغنائم ما تشاركوناش. وإذا رأيتمونا تخطفون الطير، يعني تأكل فينا الطير، أصبحنا جيافا تأكل فيها الطير، ما تسندوناش. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما انهزم المشركون وتبعهم المسلمون يأخذون الغنائم، قال الصحابة الذين كانوا على الجبل، على جبل الرماة، إذن انتهت المعركة، لنهبط ونشاركهم في الغنائم. خلفوا الأمر، فتحوا الثغر على المسلمين. فقال لهم الرئيس، رئيسهم، انتظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تبرحوا مكانكم. قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن نحمي ظهورهم، ولكن الآن المشركون ذهبوا إلى غير رجعة. فلما نزلوا من الجبل أدار عليهم خالد بن الوليد من الجهة الأخرى، وحوصر المسلمون بين فكي كماشة كما يقال، فقتل فيهم 70 كما قتلوا في بدر 70، قتل فيهم هم 70. على كل حال هذا درس أعطاهم الله سبحانه وتعالى، قال لهم أنتم خصكم تكونوا موحدين، أنتم خصكم تكونوا بخير في الداخل، الجبهة الداخلية تكون إيش؟ تكون موحدة. فجاءهم المنافقون وقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا المشركون جمعوا لكم جموعا سيتممون ما تبقى منكم، يستأصلونكم ما يخليوش واحد فيكم. ولكن ماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ إن الناس، قال لهم المنافقون إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، معنى هذا الإيمان من ثمار الإيمان، هم كيجنيو من ثمار الإيمان. مثال آخر، غزوة الأحزاب، كتعرفوا غزوة الأحزاب، جو الأحزاب وحاطوا بالمدينة، وأصبح المسلمون في ضيق شديد كما صوره القرآن الكريم. جاءتكم جنود، إيش؟ يا أيها الناس، يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. صافي، قالوا صافي، هنا انتهينا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون ماذا قالوا؟ المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني محمد غير يضحك علينا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن أهل الإيمان ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان يعني الأمن الداخلي، الأمن الخارجي يحمي منه الإيمان، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لم يزدهم ما كانوا فيه من المحنة والشقاء إلا الثبات، إلا الرسوخ. ولذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، واجعلوا جبهتكم جبهة واحدة، ليس في القتال، لأن كثير من الناس يفهمون أن القتال هو حمل السيف، مش هذا هو القتال. إذا سمعت القتال في القرآن الكريم فمعناه المجاهدة، المجاهدة يعني كجهد بعد مع راسك. لأن مثلا بعض الشباب عاد كيقرأوا عبدو كيقرأوا كيقول لك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما معناه؟ يعني أنا أقتلهم، أنا أذبحهم حتى يقول لا إله إلا الله؟ لا، أمرت أن أقاتل الناس أي أن أجاهد. والمراد بالجهاد هنا بذل الجهد والكلمة الطيبة، ليس الجهاد بالسيف هنا. المراد بالجهاد هو ماذا؟ كتقولوها أنتم بالدارجة،
كتقول شي واحد كيدير مع العمل احنا كنتقاتلو واش كتقتل راه كتقاتل ما معنى كنتقاتل حنا كنقول بالدارجه في المغرب كنتقاتل ما معنى كنتقاتل كيبذل المجهود يبذل مجهودا من اجل ماذا من اجل نفع نفسه ونفع اهله ونفع اقاربه ونفع او كنتقاتل اذا واش هذه عرفتوه هذه ما عرفتوها شيء راه كنتقاتل هي نقاتل تعربت ديال كنتقاتل هيش اقاتل ما معنى اقاتل اجاهد ابذل مجهودا ماشي اقتل اقاتل بمعنى اجاهد وجاهدوا بالاخلاق الحميده وجاهدوا بصوره موحده لا تقدموا للغربيين اخلافاتكم ما تدبزوش على 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 القبض والسدل انتهى زمان لم تبدا على القبض والسدل ما تدبزوش على التسليمه والتسليمتين ما تدبزوش على واش نقدم الركبتين ولا نقدم اليدين النبي صلى الله عليه وسلم دار هكا ودار هكا علاش باش يوسع النبي صلى الله عليه وسلم عمل هكذا وهكذا باش يوسع الامه حنا بغينا نحجر داك الشيء اللي وسعه النبي صلى الله عليه وسلم ها بغينا حنا نضيقوا الناس داروا اربعه البيبان المسجد باش الناس يخرجوا بسهوله انت سديتيهم كاملين وحليتي غير واحد كما كديروا دابا كيتحلوا غير واحد ماشي مشكل حيت الناس قلال ولكن في الجمعه غادي يتحلوا كاملين على كل حال انا غير مثال باش يبقى في الراس انا بغيت غير المثال باش يبقى في الراس بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كيحل ثلاثه البيبان بواحد الحاجه واحد الحاجه كيحل فيها ثلاثه البيبان ولا اربعه البيبان حنا لا سته البيبان كاملين وخليوا الباب واحد هذا خطا الدين يسر يقول عمر بن عبد العزيز ما وددت ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على قول رجل واحد لانهم لو كانوا على قول رجل واحد لشق ذلك على الناس الا كانوا على قول واحد لشق ذلك على الناس كنمشي دابا للحج كنلقى شي دار التمتع وهذا دار الافراد وهذا دار القران علاش زعما تفسح اللي دار التمتع مشى بحالته سلام اللي دار القران راه مستمر في الاحلام ديالو اللي دار الافراد راه شد في الافراد ديالو فالناس كيتناوبوا على المشاعر كيتناوبوا على الصفا والمروه كيتناوبوا على الكعبه كيتناوبوا فياخذ ياخذ لو كانوا فعلوا فعلا واحدا خصهم في لحظه واحده يكونوا في الرجم مثلا رجم النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بعد طلوع الشمس ثلاثه المليون ترجم بعد طلوع الشمس لا يمكن فمن ما يمكنش بحال شي صفقه اللي قلنا قبيل ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم راجم في هذا الوقت ولكن كاين الزحام يحرم ان ترجم في هذا الوقت انا اقول لك يحرم ان ترجم في هذا الوقت لان غادي تقتل راسك وتقتل الاخرين ذات مره كنا في الحج واحد انسان بغى يرجم في واحد الوقيته ديال الازدحام السنه يعني اليوم الاخير الناس يريدون كلهم ان ينفروا يرجمون في 12 النهار ولا 11 النهار باش يهبطوا لمكه يبعدوا من ميناء فهذا الوقت يكون الازدحام الشديد جدا في ذلك الوقت ملي كانت الجمرات عباره عن واحد البودره فيها 50 سنتيم دايره دابا البودره الجمره دابا قد هذا المسجد ماشي مشكل ها 5 ليطاج ديك الساعه كان غير الارض ما كانش ليطاج غير الارض وقد البودره 50 سنتيم من جهه الاربع خصك تجيب فيها الحجره خصك الى ما جبتيها خصك تعاود ف شخص قال لي نمشي قلت لي انا لا في هذا الوقت لا اذهب الى فذهب وذهب مع امه انا اعطيكم يعني مسائل واقعيه التي باش تشوف الناس كيفاش قال لك حنا جينا للجهاد قلت لي الجهاد في عباد الله الجهاد في عباد الله خصك ترجم الرجم يحتاج الى ايش الى الخشوع واستحضار الذكر واستحضار عظمه الله عز وجل الى اخره يعني انت في العباده ماشي في القتيل فذهب واخذ امه هكذا يعني بين يديه وذهب رجع من الجمرات بعد 3 ساعات تقريبا وامه مشى لها يعني سميتو ديالها الدره ديالها مشات لها الصندره ديالها والقشر ديالها وهو مكرفس وعرقان
قلت لي كيفاش درتي؟ قال لها كيفاش كيفاش كيف؟ قلت لي انت كيفاش درت لهذه السيده هذه الوالده تكرفصتي عليها؟ قال درت لها هكا. قال لي ولكن شحال من الوالده ديال شي واحد اخر ضربتيها بالكتف ديالك؟ ضربت كثيرا من الامهات لتحمي اما واحده، ضربت عشرات الامهات بيش عشرات الامهات يفعل الناس هذا حتى في الحجر الاسود، يضرب عشرات من الناس رجالا ونساء ليقبل الحجر الاسود ليفعل مندوبا، فعل محرما ليفعل مندوبا. فقدموا سورة الإسلام أيها الإخوة الأفاضل، قدموها من خلال المعاملات الحسنة، من خلال الكلمة الطيبة، من خلال أن ديننا هكذا يأمرنا. هذا ديالك كيف صاحبي كيف ترد لي؟ هذا ما يأمرنا به ديننا، هذا ما نؤمن به. فعندئذ تدعو بالإسلام أو تدعو إلى الإسلام بأخلاقك وعملك قبل الإسلام، بلا ما تهدر، بلا ما تعطينا الدروس، بلا ما تتكلم. الناس كيتكلموا بزاف دابا ولكن الأفعال في واد. إذا قالوا كما قال الشاعر، يعني إذا قالوا أحسن القول ولكن حسن القول يخالفه الفعل. إذا قالوا أحسن القول ولكن حسن القول خالفه الفعل، لا بد أن يكون الفعل والقول معا، كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يدعو بلسانه ويعمل الصالح بالعمل الصالح بفعله. فإذا فعل كذلك فإنه لا شك أنه من الدعاة إلى هذا الدين ومن الناصرين إلى هذا الدين ومن المؤمنين المؤمنين للناس المشتغلين تحت اسم الله العظيم المؤمن. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وأستغفر الله لي ولكم ولكل عبد قال آمين، والحمد لله رب العالمين. كاين شي سؤال إن شاء الله عز وجل؟ غدا إن شاء الله، غدا يكون عندنا واحد درس آخر بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، بين العشاءين، بين المغرب وصلاة العشاء. كاين شي درس، كاين شي سؤال إن شاء الله؟ شي سؤال خفيف حيث الأسئلة ديال فرنسا صعيبة شوية. نعم السي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم، يرحب بكم في الجنة إن شاء الله. كلام يعني الدرس ما شاء الله. واحد الشيء يعني أن أخلاق الإسلام وكذا، يعني للأسف ما قلناها ونعاودوها، أن هذه الفرص باش الشباب بالأخص يستافد ويعطي الصورة للإسلام، راه اللقاءات قليلة جدا. ولو تشوف المساجد تبارك الله كبيرة الكثير منها، لكن ما كاينش اللقاءات. نعم خص يكون اللقاءات. لان هذا الشخص الغرس خص يكون الغرس، ما يمكنش نجني الثمار بلا ما نغرس، خص نغرس عادي يمكن نجني الثمار ان شاء الله عز وجل. هذا خصكم تبذلوا فيه المجهود، تبذلوا فيه المجهود، لان هذه مسؤوليه مشتركه ان شاء الله عز وجل. نعم اي نعم صافا سيدي. تصور يعني حرام في الدار، تصور حرام لكل في الدار وحرام لك شيء. احنا دابا هاد الناس كيصورونا، اذا كانوا حرام خصهم يحيدوا الكاميرا دابا، فهمتي؟ كاينين الصور اللي هي محرمه اللي هي المجسمات، المجسم ما ديرش المجسم في الدار ديالك، المجسم ديال الحيوان، مجسم ديال الفيل ولا ديال خنزير ولا ديال بنادم ولا ديال المجسم ما ديروش، لان هذا المجسم يشبه التماثيل المنحوته اللي كينحتوها المشركون ويعبدونها، فيه تشبه بالمشركين. اما الصور الفوتوغرافيه وداك الشيء ماشي مشكل، من الاحسن الا كان عندك في الدار انك مثلا تطويهم، ياك تطويهم وقت ما احتاجتيهم جبدهم بلا ما تعلقهم. والدليل على هذا ان السيده عائشه رضي الله تعالى عنها جاتها واحد النمرقة، واحد السجادة، واحد السجادة وفيها صورة ديال شي صورة ديال شي حيوان مثلا، فعلقتها في جدار الغرفة، علقتها في الدار في البيت ديالها، ما عندهاش الدار غير بيت، سيدنا عائشة ما عندهاش الدار عندها غير بيت، علقتها في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما بغاش يدخل، ما بغاش يدخل للدار للبيت،
قال ملك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيها كلب أو تصاوير. الملائكة لا تدخل بيتا فيها كلب أو تصاوير. شنو درت السيدة خديجة؟ السيدة عائشة خذت النمرقة وطوتها، يعني ردت الصورة للدخل وجعلتها وسادة كتك عليها، بمعنى أن الصورة إلا كانت وكانت مثلا في الملف ديال الصور ولا كانت عندك في الصندوق ولا كانت ماشي مشكل، راه ما تعلقش. نعم، حنا أنا قلت ما خصنا نفوت هاد النقاط، خصنا بغينا عندنا الخدمة بزاف، ما خصناش نبقى نشتغل بياش واش الصورة واش البقاود واش الساد واش هاد الأمور، خصنا نفوتها ونشتغل على توعية الشباب بحقيقة الإيمان والإسلام والإحسان. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا غانما معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شق ولا محرومة. اللهم أصلح أحوالنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا وقوي إيماننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.